السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. جالكم فيديو جديد النهارده، يا رب الفيديو ينال اعجابكم. بالله عليكم حبايب قلبي، اللي ما اشتركش في القناة يشترك ويفعل زر الجرس على الكل عشان يوصلكم كل جديد من قناتي قناة ام لي. قبل ما ندخل في محتوى الفيديو بتاعنا، يا ريت نسمي بالله ونصلي على الرسول. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على محمد على اله واصحابه اجمعين، حبيبنا ونبينا وشفيعنا يوم الدين محمد صلى الله عليه وسلم. صباح الخير، صباح الامل، صباح كل شيء حلو في حياتكم. ربنا يديمكم نعمه في حياتي اخواتي وحبايبي على راسي من فوق. النهارده حبايب قلبي، الفراخ البيضه اللي موجوده معانا دي عمر 45 يوم دلوقتي، النهارده بالظبط 45 يوم. فهناخد اكبر ديك فيهم دلوقتي حالا وهنوزنه وهريشه معاكم واوريكم طريقه انا بقطع الفراخ الكبيره ازاي او بعمل فيها ايه. فربنا يبارك يا رب ان شاء الله ويرزق كل من كان الخير، اللهم امين. احنا النهارده هنعمل فراخ مشويه، فقلت النهارده بقى جنائي اكبر ديك فيهم عشان هو تقل، فهاخده اذبحه وريشه ونشوف طريقه التقطيع بتاعتنا. بس هنوزن مع بعض دلوقتي حالا، هنقي اكبر ديك فيهم ونوزنه ونشوف هو كم كيلو او وصل معانا وزن قد ايه في ال 45 يوم. فربنا يبارك يا رب ان شاء الله. انا مش فاكره ان هو اكبر واحد، بس همشيهم قدامي كده. انت اتحشرت هنا ليه؟ اللي حشره هنشوف هو ممكن يكون ده او اللي هناك قدام خالص ده. فهناخد واحد منهم ونشوف هيبقى وزنه قد ايه دلوقتي حالا. بس انا هفصل عشان اشيله بايديا الاثنين عشان ايه اجنحته ما تتكسرش، لان الوزن تقيل فعلا ولو اهملت فيه اجنحته هتنكسر وهيقعد دم اسود وهيخلي اللحم شكله وحش، فانا في غنى عن الكلام ده كله. فانا هاخد يا ده او ده، هما التلاته اللي قدام بعض دول بسم الله ما شاء الله. فانا هختار واحد منهم ونشوف مين فيهم اللي هيبقى تقيل. بسم الله الرحمن الرحيم، انا اشتلت واحد عشوائي كده اهوت، هنوزنه مع بعض كده ونشوف. بس المهم معيش حد لا يفتح لي ولا يقفل لي، بس يعمل حاجه. انا جبت الميزان حاطينه على الشحن معايا في الاوضه هنا عشان نوزن ونشوف الوزن بتاعنا قد ايه. بس خلاص خلاص يا بابا خلاص، اصبر بس اما نفتح الباب التاني. بسم الله الرحمن الرحيم، حطيت الميزان هنا اهوت، الميزان فصل شحن فجبته وحطيته هنا. خدت بس المحترم ده كده. اه ضيفك صعب يا جزمه. نشغل الميزان بتاعنا ونصفره الاول. طيب انت هتنام؟ بالله عليك نام على الميزان كده وتبقى راجل محترم. الميزان بتاعنا صفره خالص اهو يا حبايبي، هنجيبه بقى نحطه على الميزان. بسم الله الرحمن الرحيم، مش عايزه اشيلك من اجنحتك خالص، بس هعمل ايه؟ بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد. اهدى بالله عليك، لو وقعت على الارض هتنكسر، لو وقعت على الارض هتنكسر، فاهدى بالله عليك، ظبط ادائك كده وقف. اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد. ممكن يكون في وزن اكبر من كده، ده على 45 يوم اهوت 3 كيلو 745، يعني 4 الا ربع، ده 4 الا ربع، هو 4 الا ربع فعلا اهو، ده 4 كيلو الا ربع. بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوة الا بالله. كان جاي لي 3 كيلو ومية، زاد عندي يعتبر زاد عندي كيلو الا ربع. بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك، ربنا يبارك للجميع يا رب ان شاء الله ويرزق كل من كان الخير يا رب، ربنا يرزق كل من كان. هنجيب ديك تاني ونوزنه، ولقينا فيه وزن اعلى من كده هناخده. جبت واحد تاني حبايب قلبي طلع 3 وربع، جبت ديك تاني اهوت طلع 3 وربع، يعني اللي موجود معانا التاني اتقل واحد. لان التانيين يعتبر اقل منهم شويه، ده 3 كيلو وربع. بسم الله ما شاء الله، انا حطيته هناك اهوت مع الفراخ الهندي اهوت الصغيره عشان ابقى عارفاه ما ارجعش الف واجري وراه. ده 3 كيلو 265 جرام. ربنا يبارك يا رب للجميع ان شاء الله ويرزق كل من كان. وخلاص احنا هنذبح اللي هو 4 على ربع، ربنا يبارك، لان هو اتقل واحد فيهم فما ينفعش نسيبه فتره طويله. فان شاء الله اخر فرخه هتفضل معايا من النوعيه ديت، هوزنها معاكم ونشوف هي تقلت ولا خفت معانا. انا زي ما قلت لكم ان كان في فراخ غالي 3 الا، وفي الاغلبيه 3 و100، الثاني بسم الله ما شاء الله اكل وزاد معانا في الوزن. دول برضو زادوا بس ما زادوش القيمه اللي انا شفتها في الثاني. الثاني بسم الله ما شاء الله زاد عندي كيلو الا ربع، دول زادوا، اللي زاد 200 جرام واللي زاد 150 جرام، يعني ايه اوزان خفيفه. بس الحمد لله ان هم ما نزلوش، الحمد لله ان هم ما نزلوش. بس الفرخ اللي وزناه الاول ده بسم الله ما شاء الله 4 الا ربع، ربنا يبارك يا رب ان شاء الله ويرزق كل من كان. هنطلع دلوقتي حالا نذبحه ونريشه ونشوف هنقطعه مع بعض دلوقتي ازاي، فخليكم معايا يا حبايب قلبي. خلاص يا حبايب قلبي، ريشت الديك بتاعنا بسم الله ما شاء الله، شايفين حجمه، اللهم بارك، ربنا يبارك يا رب بألف هنا وشفا وألف هنا وصحة للي ياكل منه يا رب، اللهم امين.
ذبحت ديك من الديوك البلدي اللي موجود عندي اللي كانت بتخصب، لان الديوك الهندي بتضربه ومبهدله جدا، فهو هيخسسوه هينشف معايا، فقلت لا اجيبه. بسم الله ما شاء الله، دي بلدي ربنا يبارك يا رب. ذبحته وريشته اهوت، وهنعمل واحد بشوربه وواحد مشوي. هنعمل الابيض مشوي ونعمل البلدي بشوربه. هخلصه وافتحه واقطعه وهوريكم انا قطعته ازاي، لان مفيش حد معايا يصورني. هوريكم انا بقطعه ازاي. انا بقسم الصدر ده ثلاثه، يعني باجي هنا كده بقطع القطعه ديت لوحدها، والقطعتين اللي قدام دول لوحدهم، والورك اللي ورا بقسم كل ايه جهه لوحدها، مفيش اكتر من كده. انا بقسمه خمس حتت ويبقى كبير جدا جدا. انا ممكن اقسمه سته بس بسيب الاوراق سليمه كل ورك لوحده، انما الصدر بقسمه ثلاث قطع. فهوريكم دلوقتي بعد ما افتحه واقطعه واوريكم. خلاص يا حبايب قلبي، زي ما انتم شايفين حضراتكم، بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك اللهم بارك، حاجه في منتهى الجمال. انا لسه ما غسلتش الفراخ بتاعتنا، شايفين الشكل بعد التنظيف، انا لسه والله ما غسلت، انا شطفت بميه بس فقط لا غير. دي الكبد والقوانص، ودي الرجول والاجنحه والرقاب والحاجات دي، شايفين التقطيع معانا. دي بقى قطعه صغيره كده، ليلى بنتي ما بتحبش في الفرخه كلها للحته دي، هي كل مشكلتها في الفرخه هي عايزه الحته دي بس، مش عايزه اكتر من كده. شايفين الحجم، بسم الله ما شاء الله، شايفين بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك، ربنا يبارك يا رب، ربنا يبارك. حجم الفرخ الديك بتاعنا جميل جدا جدا، بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على محمد. حجمه كبير جدا جدا. لسه الوقت هنغسل بماء خل وليمون وطماطم ودقيق، يعني هنظبط الدنيا في الفرخ بتاعتنا. الاوراق اهيت، وانا جايه بالسكينه من هنا زقهم بالسكينه من هنا، عشان ايه بس الايه الدم اللي بيبقى بين العروق وبعضها. شايفين بقى هنا الكبده اللي بتبقى موجوده في الورك من هنا، ديت بيبقى متكون فيها السموم بتاعت الطيور كلها، يعني بيبقى فيها السموم اللي موجوده في جسم الطير بتبقى موجوده في المكان ده، فانا بشيله. انا لسه زي ما قلت لكم لسه ما غسلتش اهو يا حبايبي، شطفته بس بميه كده. ودي الديك البلدي بتاعنا ان شاء الله هنعمل عليه شويه لسان عصفور، يعني هنعمل الديك الابيض مشوي والديك البلدي هنعمل عليه شويه لسان عصفور. ربنا يبارك يا رب. هبدا دلوقتي اغسل غسيل كويس جدا جدا، وهرجع انقعه معانا ايه لمده ساعه برده بالليمون والدقيق والطماطم والحاجات دي، عشان نمنع اي زفاره. والحمد لله قدام مني حاليا ما شطفتش الا بميه بيضة، ما فيش اي زفاره خالص موجوده، لان زي ما قلت لكم انا بستعمل خلطات ووصفات بتقتل اي زفاره في جسم الطير عندي، يعني العيش مع العلفه مع الخلطات اللي انا بقدمها للطيور بتقتل اي زفاره في جسم الطير عندنا. انما اللي بياكل علف صافي تيجي تذبحي الطير تلاقيه فيه كميه زفاره، مهما تغسلي فيه بتبقى الزفاره متكومه فيه. بسم الله ما شاء الله فرط معايا لحمه كتير، ربنا يبارك يا رب ان شاء الله ويرزق كل من كان. والديك البلد زي ما قلت لكم انا ذبحته عشان الفراخ الهندي بتضرب فيه، فانا ذبحته. فربنا يبارك يا رب ان شاء الله ويرزق كل من كان الخير. مفيش زي التربيه البيتي، ان انت تربي طيور في بيتك حاجه تانية خالص. فهغسل غسيل كويس وهرجع اوريكم انا نقعته في ايه، وهيفضل معانا لمده ساعه في النقع او محلول النقع اللي احنا هنحطه فيه. خلاص يا حبايب قلبي، غسلنا الفراخ بتاعتنا غسله كويسه، هنبدا بقى ان احنا ننقعها. هنجيب كميه من الدقيق اهوت نحطها هنا في البسله بتاعتنا كده، ونبوشه عشان ايه يبقى مع الميه كويس. نجيب بقى الخل بتاعنا اهوت، بس الخل ما تحطهوش قبل ما تغسلوا الفراخ، لانه غسلتوا ما غسلتوش الفراخ وحطيتوا عليها خل، نقعتها بخل هيثبت الزفره فيها، فلازم تسيبوا الخل للاخر خالص وانتوا بتنقعوا، بحيث ان انتوا تكونوا غسلتوا الفراخ ونضفتوها حلو من الزفاره، عشان الخل ما يثبتش فيها الزفاره. واحنا بنحط الخل في الاخر خالص واحنا بننقع. الشفشق بتاعنا ده بقى انا عملت فيه كميه من الليمون وكميه من الطماطم، ضربتهم كويس في الخلاط، وهنفضيهم على الحاجه بتاعتنا هنا على الميه بتاعتنا. يعني موجود معانا هنا حاليا دقيق وخل وطماطم وليمون، هنغسل الفراخ نشطفها كويس ونحطها هنا. احطها بقى تحت الحنفيه، واحط بقى في ايه؟ في المحلول النقع اللي احنا عملناه، اللي هو الخل والدقيق والليمون والطماطم. ده هيخلي الفراخ بتاعتك ريحتها جميله جدا جدا، مش هيبقى فيها اي حاجه. الليمون والطماطم بيدوا لها ريحه كويسه. انا غسلتها فمين بدقيق ونضفتها كويس، ورجعت بقى ان انا انقعها معاكم. دي اخر حاجه خالص، بنسيبها كده لمده ساعه او مستعجله نص ساعه بالكتير يعني، وايه بنشطفها تشطيفه كويسه، بنولع على الفراخ بتاعتنا عادي مش اي مشكله. بنستلي وجات صغيره،
هتصفي الميه الزياده بتاعتها هي على الحوض، مفيش مشكله هنصفي الميه الزياده اللي فيها. زي ما انتم شايفين حضراتكم ديت اخر مرحله خالص في غسيل الفراخ عندي، محلول النقع ده هنقعها فيها لمده ساعه على ما اخلص الشغل اللي ورايا كله، وبعدين اشطفها تشطيفه كويسه وهولي عليها ان شاء الله. لو صورت بقى انا طبخت ايه او عملت ايه هيبقى على القناه الثانيه ان شاء الله، ما صورتش يبقى خلاص. هو ده كان الفيديو بتاعنا النهارده، يا رب بس يكون الفيديو عجبكم ونال ارضاكم وما كنتش ضيفه تقيله عليكم. استنوا فيديو جديد واشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.